السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مباركه وتدخل عليكم هاد الايام بالصحه والهنا يا ربي. الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو شهاده الحق اللي شهد السيد الاب ديال ايه في الدكتور تازي. هاد الشهاده اللي شهد في الدكتور تازي انا كنعتبرها فعلا خارجه من الاعماق، لان داك السيد قال واحد الكلام اللي هو زوين في الحق ديال حسان التازي، طبيب اللي مشهور واللي معروف واللي كاملين كنبغيه واللي كاملين كنحتارموه، واللي في الحقيقه تصدمنا ملي سمعنا هذه الهضره عليه، وكنتمناو في اقرب وقت بان الحقيقه باش هكذا نرتاحوا، لاننا في الحقيقه مازالين ما نصدقينش وباقيين مصدومين. واكثريه ملي كنسمعوا الناس اللي كتهضر بواحد الحب وبواحد بحد الشكر الكثير اللي كيشكروا هذا الانسان وعلى الطيبه اللي فيه، اللي كاملين كنا مسمينه طبيب الفقراء. الشهاده اللي شهد فيها الاب ديال ايه، طفله مسكينه اللي كانت مريضه الله يرحمها ويوسع عليها، شهد واحد شهاده حق وقال بانه عانى بزاف مع ديك الطفله، ولكن كيقول بان نهار وصل عند الدكتور تازي قال ليه بانه غيتكلف بهذه الطفله في الدواء ديالها وفي البراوات اللي كانت كدوق وفي العلاج ديالها، وبقى قال مخلص وبقى دائما قال مدة عامين هو مكلف بديك الطفلة بكل شيء ديالها، بالدواء ديالها وبالمصاريف ديالها اللي قال غير البركة توصل 30,000 درهم. قال زعما واحد الكلام اللي هو طيب في حق الدكتور التازي اللي مازالين لحد الآن كنتظرو باش نعرفو اشنو وقع ليه، كيفاش هادي، واش بصح، واش إشاعة، واش حقيقة. الواحد كما تنقولو بريء حتى تتم إدانته. دابا مازال ما عرفناش الحقيقة، ما عندناش علاش نتسرعو، وكنقولو للناس الله يهديكم العواشر هادي ورمضان، ما تسرعوش ما تحكموش، خليو القانون هو اللي ياخذ مجراه باش نعرفو هاد اللغز اللي كاملين صدمنا في الحقيقة وما عرفناش واش هادشي حقيقة ولا إشاعة، وخصوصا هذيك التدوينه اللي حط الدكتور تازي نهار تقبض وقال بانها اشاعه، وقال الناس غادي يصدقوها غير الاغبياء. زعما انا كيستبعد بانه يقدر يدير بحال هاد الحوايج، وكيف ما عرفنا عنده واحد السمعه نقيه وزوينه، وواحد الفتاه حتى هي اللي خرجت وهضرات عليها واحد السيده عندها قناه في اليوتيوب وهضرات عليها بانها كتعرفها، وقالت بانها كانت مسكينه عندها واحد المشاكل وتكلفات بها الزوجه ديالو هو، وخلصوا عليها المصاريف ديال التجميل ديال وجهها اللي كانت فيه شي مشكل. زعما لحد الان كاينين غير الحاجه الايجابيه على هذا الانسان. السيده اللي خرجت حتى هي وقالت بانه كان مكلف بها وكان كيصايب ليها في الوجه ديالها وكان كيدير لها الله يزرفها بور وعطى 1000 درهم، يعني اي حاجه دائما ايجابيه على هذا الانسان هذا. وعاده الخرجات ديالو دائما كيهضر بانه ما يسمحش يدخل شي درهم على ولادو، ولا يدخل شي درهم زعما ماشي ديالو، دائما قال انا كندمر دائما جايبها بدراعي. هادشي هو اللي مخلينا ما نصدقوش، ومازالين كنتسناو القانون هو اللي يصدر الاحكام ديالو، لانه هو اولى من اي واحد غيجي يفتح كاميرا ويبقى يقول ويتهم بدون دليل. لحد الان مازالين ما عرفناش واش هاد الشيء اشاعه ولا هاد الشيء عديان زعما، ولا حنا عارفين اعداء النجاح. لحد الان مازال بنادم ما عارفش حقيقه اش واقع الدكتور تازي وعلاش معتقل، واش هاد الشيء حقيقه ولا غير كذوب القانون هو اللي كيحقق معاه. بعدا غير الشهادات اللي خرجوا لحد الان كاملين شهادات طيبه في حق هذاك الانسان وكلام طيب، وحتى شي واحد ما قال شي حاجه اللي غادي تضر هاد الانسان هذا. وبالنسبه للمحسنين راه كان داير واحد البرنامج كان يدوز في التلفازه ديال دوزام، كان دائما كيتكلفوا بواحد الحاله كتكون فقيره ما عندهاش، وكانوا كيتكلفوا بها وكانوا كيدوزوها في القناه، ولكن اللي باقيين ما عرفناش واش هذيك الحاله كان كيكلف بها الدكتور تازي اللي كانوا كيديروا لها قرعه وكانوا كيديروا بزاف باش وحده اللي تربح باش هو يتكلف بها.
ولا هذيك الحاله كانت المحسنين اللي كيتكلفوا بها. على العموم الخير خاصو يكون باقي في الدنيا، وخاص الناس تعود بعضياتها، وخاص الناس شي تخرج من شي، من الا كان كما كنقولوا واحد عنده يعاون الضعيف اللي ما عندوش. الحاجه اللي ما تقبلناهاش وما عجبناش هي انها تقدر بنادم يستثمر زعما في واحد ولا بلا دون العلم ديالو، ولا هادشي هو اللي باقي الان ما عرفناش الحقيقه ديالو. نتمنوا القانون يفسر لنا هادشي، ونتمنوا الحقيقه هي اللي بغينا. والشهادات لا ديال الاب ايا، ولا هاد السيده اللي حكيت لكم قصتها في القناه الاعلاميه، ولا قصه السيده الثالثه هي، كاملين كيقولوا كلام طيب على هاد السيد، وبانه ما دار فيهم غير الخير، وكذلك على المعامله الطيبه ديالو اللي قال الاب ديال ايا. واحد الهديه اللي هداتها ليه الطفله ايا كان دايرها في البيت ديالو، وكان محتفظ بها زعما محبه بالناس اللي كان كيتابع الحالات ديالهم. على العموم نتمنى الحقيقه تبان، وعواشركم مباركه، والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله.